السلام عليكم تلاميذ تاني بكالوريا، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى صحة جيدة. اليوم غادي نديرو لا دوزيام بارتي ديال لو كور دي كروسونس راديو اكتيف، واللي باغي يشوف لا بروميير بارتي غادي نخلي لكم الرابط في هاد البلاصة ولا في صندوق الوصف. غادي نبداو على بركة الله. اولا غادي نتكلمو على لا لوا دو دي كروسونس راديو اكتيف، وباش نفهمو هاد لا لوا غادي ناخدو واحد ليشونتيون. مثلا ايشونتيون العينة، يعني غناخدو مجموعة ديال لينويو من شي حاجة. هاد ليشونتيون غادي ناخدوه بلانستون تي كالا زيرو، وفيه غادي نلقاو واحد العدد ديال لينويو راديو اكتيف. هداك العدد غادي نسميوه ان زيرو. ان زيرو هي لو نومبغ دو نويو راديو اكتيف تي كالا زيرو، بمعنى راديو اكتيف، يعني سو سون دي نويو انستابل. و الا كانو لينويو انستابل شنو كيطرا ليهم؟ كيبقاو يقلبو على لا ستابيليتي، وبالتالي باغ لا ديزانتيغراسيون كيعطيونا دي نويو بلي ستابل اللي كنسميوهم دي نويو فيس. الو الا خلينا هاد لي شونتيو واحد المده مثلا شهر شهرين 3 شهور عام عامين الى اخره، شنو كيطرا؟ كنلقاو انه البعض من هادوك لي نويو ولاو دي نويو بلي ستابل. مثلا كنلقاو هذا عطانا لي نويو فيس بلي ستابل، وهذا تا هو، وهذا وهذا، ولكن هادو اللي بالاحمر باقيين، يعني باقي ما ديزانتيغراوش، خصهم الوقت. هاد لانستون غادي نسميوه لانستون تي، وفي هاد لانستون كنلقاو بلي واحد العدد كبير ديال لي نويو مازال ما وقعتش ليه لا ديزانتيغراسيون. هذاك العدد كنسميوه ان دو تي. ان دو تي سي لو نومبر دو نويو ريستون ولا نون ديزانتيغري ان انستون دوني. والله ذلكم غادي تسطرو على هاد لو مو ريستون لانه مهم باش نحسبو هاد لو نومبر دو نويو ريستون. دابا في هاد المثال اللي عطيتكم ساهل، غادي نحسبو هاد الحمرين اللي مازال ما ديزانتيغراوش، ها واحد جوج 3 4 5 6 7 8، قدرنا نحسبوهم، ولكن في الواقع راه ما يمكنش لانه كنخدموا بملايير ديال لي نويو. الوغ باش نحسبوهم كاين واحد لا فورميل. هاد لا فورميل هي اللي كتسمى لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف. هي هادي، كنديرو ان دو تي كتساوي ان زيرو فوا اكسبونونسيال موان لاندا تي. ان زيرو هو لو نومبر اللي كان عندنا في الاول، اكسبونونسيال هي الداله في المات، يعني ماشي مشكل كنديروها في على حاسبه. وبالنسبه للاندا شنو كتعني؟ لاندا كتسمى لا كونستانت راديو اكتيف، سون يونيتي دون لو سيستيم انترناسيونال اي سكوند موان زان. وهاد تي هي لا دات دوني، بمعنى كيقول لك حسب لي لو نومبر دو نويو بعد مرور مثلا واحد شهرين. ديك شهرين هي تي، ولا يومين، ولا سيمانة على حساب. ولاندا شنو كتسمى؟ كتسمى لا كونستانت راديو اكتيف عندها لي نيتي سكوند موان زان، تو سامبلومون حيت هادي كتكون ب لينيتي انترناسيونال ديالها هي السكوند، وهادي خصها تكون بسكوند موان زان باش يبقى لنا هاد ليكسبونونسيال سون زينيتي. حيت عندنا هنايا نومبر دو نويو ايكال نومبر دو نويو، اذا هذا خصو يبقى بلا وحده. داكوغ. وبالنسبه للاندا فيزيكمون شنو كتعني؟ انا نعطيكم واحد ليكزامبل، مثلا اللاندا كتساوي 5.16 × 7 سكوند موان زان. شنو كيعني هذا؟ كيعني انه هاد العدد ديال لي نويو، شنو كيعني هذا؟ كيعني انه كاين احتمال انه هاد العدد ديال لي نويو كتوقع ليه لا ديزانتيغراسيون بوندو واحد سكوند. وغادي نزيدكم واحد لافورماسيون بالنسبه للاندا، الا درنا ليها المقلوب كنحصلوا على واحد بارامتر كيتسمى كونستانت دو طون، لينيتي ديالو هو السكوند، لانه لاندا كاينه بالسكوند موان زان، ولا درنا واحد على لاندا غيكون سكوند. اوكي بالنسبه للاندا عندها لينيتي انترناسيونال هي سكوند موان زان، ولكن في لي زيكزارسيس كنقدروا نخدمو مثلا بالساعة موان زان، جور موان زان، ولا سنة موان زان، على حساب شنو عندك في المعطيات. وعندنا شي تحويلات مهمة، مثلا واحد ساعة خصنا نعرفو انه كتساوي 3600 سكوند، ثم واحد جور كيساوي 24 ساعة، واحد اون بمعنى سنة واحدة فيها 365 جور. التحويلات الأساسية مثلا الا بغينا نحولو من ساعة لسكوند كنضربو في 3600، ولكن الا بغينا نحولو من الساعة موان زان للسكوند موان زان كنديرو العكس، كنقسمو هذاك العدد هنايا ضربنا فيه وانا غادي نقسمو عليه. ندير واحد ليكزامبل، 3 جور غادي نحولو للسكوند، الا بغينا نحولو جور للسكوند خصنا نحولو بعدا للسوايع، وبالتالي هاد 3 جور
غادي نضربوها في 24 باش نحولوها للساعة، من بعد الساعة غادي نحولوها للسكوند، يعني غنضربوها عاوتاني في 3600، وغادي تخرج لنا هاد العدد ديال لي سكوند. اوكي دابا غندوزو للفقرة المولية وغادي نتكلمو فيها على لا لوا دو ديكخواسونس راديواكتيف بوغ لا ماس، لانو هاد لا لوا هادي شفناها قبيلة بالنسبة للنومبر دو نويو. دابا غادي نشوفو الا كانت عندنا لا ماس في ليكزارسيس، اي واحد يعطيوك نومبر دو نويو كيعطيوك لا ماس. تو سامبلومون غادي نستعملو شي علاقات شفناهم في لا شيمي، عندنا ان لا كونتيتي دو ماتير كتساوي لا ماس على لا ماس مولير، وفي نفس الوقت هاد ان كتساوي لو نومبر دو نويو ولا نومبر دو موليكول مقسوم على لا كونستانت دافوغادرو، هادشي راكم عارفينو. دونك الا بغينا هاد ان غادي نديرو هادي، فهادي مقسومة على هادي، دونك ان كتساوي ان اف و ام مقسومة على لا ماس مولير. غادي نجيو هنا نعوضوها، يعني هادي ان دو تي غادي نعوضوها ب ان ا فوا ام مقسومة على لا ماس مولير، ها هي، وهادي تا هي هادي ان زيرو نفس الشيء غادي نعوضوها ب ان ا لانو سيتين كونستانت، ها هي، وحيت ان زيرو غادي نديرو بلاصت ام غنديرو ام زيرو، و لا ماس مولير راه مكتبدلش، ديال لي شونتيون كتبقى هي هي، و اكسبونونسيال موان لاندا تي خليناها، ومن بعد غيبان لينا الاختزال، غنختزلو بهادي وهادي ثم هادي مع هادي، بجوج بيهم غادي تختزلو لأنه بحال بحال، وبالتالي شنو غيبقى هنا ام، وهنا غتبقى ام زيرو اكسبونونسيال موان لاندا تي. إلا كانت هادي بالجرام غتكون هادي بالجرام، كانت هادي بالكيلوغرام غتكون هادي بالكيلوغرام، ومنها غنديرو نفس الطريقة وغادي نجبدو بلي ان كتساوي ان زيرو فوا اكسبونونسيال موان لاندا تي. يعني حتى بالنسبة لكمية المادة اللي عندنا في ليكزارسيس راه ممكن نستعملو ليها لا لوا دو ديكخواسونس راديواكتيف وبنفس الطريقة. ثم غنشوفو واحد ليكزارسيس، لا فيغور ريبريزونت لا كورب دو ديكخواسونس راديواكتيف دي نويو دورانيوم 238 دون ان ايشانتيون دو روش مينيرال اونسيان كونتونون ان زيرو نويو دورانيوم على انستون تي كالا زيرو، يعني خدا واحد ليشانتيون عينة من لي روش مينيرال، وفي الانستون تي كالا زيرو فيه واحد العدد ديال لي نويو سماه ان زيرو. السؤال هو ديتيرميني غرافيكمون ان زيرو نومبر دو نويو راديواكتيف على الانستون تي كالا زيرو لا كونستونت دو تون بوي لاندا كونستونت راديواكتيف. اذا هادو ثلاثه د الحوايج غادي نتعلمو كيفاش كنجبدوهم من لاكور، غادي نمشيو لا كوريكسيون. بالنسبه لان زيرو ساهل، كنمشيو لي دات، ها هما لي دات كاينين في محور الافاصيل، و تي كالا زيرو هي هادي كنطلعو كنلقاو هنايا لو نومبر دو نويو ا لانستون تي كالا زيرو، دونك كيساوي 5، ولكن هنا عطاونا في 10 و 12، دونك غنديرو 5 في 10 و 12 نويو. اوكي دابا غنشوفو لا كونستونت دو طون. لا كونستونت دو طون كاينين جوج ديال الطرق، الطريقة الأولى هي كنديرو لا تونجونت، كنمشيو لنومبر دو نويو عند تي كالا زيرو كنديرو لا تونجونت منها وندوزو، دونك كنلقاو تقريبا 6.5، ولكن ما نساوش في 10 و 6 سعود، دونك هي 6.5 في 10 و 6 سعود اون. غنشوفو لا ميثود جوج، لا ميثود جوج فيها شوية ديال الحساب، ولكن من بعد ما غتبقاوش ديرو هاد المراحل كلهم ما غتمشيونيش على النتيجة. عندنا ان دو تي كتساوي ان زيرو فوا اكسبونونسيال موان لاندا تي، وحنا بغينا لا كونستونت دو طون، يعني طو، طو اشنو كتساوي نورمالمون؟ هي واحد على لاندا. اذا غادي نجيو هنا غادي نديرو هاد تي غادي نردوها طو، هادي ان زيرو كنخليوها اكسبونونسيال كنخليوها لاندا كنخليوها، وبالنسبة للتي غنديرو طو. من بعد غادي نديرو عاود تاني هاد لاندا، هاد لاندا هادي غادي نعوضوها بواحد على طو، هاهي عوضتها واحد على طو، وهاد الطو راه باقا هي بالحمار، وغادي تختزل بطو، شنو غيبقى؟ ناقص واحد، يعني غتولي ان زيرو فوا اكسبونونسيال ناقص واحد، و اكسبونونسيال ناقص واحد ممكن تردو للمقام، هاد اكسبونونسيال ناقص واحد غادي دير هي واحد على اكسبونونسيال واحد، غتردها للمقام وغتغير الإشارة ديال الأس. وهنا ان زيرو هي باقا، وهذا راه عدد كيتحسب، احنا غنحسبوه، غادي نديرو الكسر ونديرو واحد ونهبطو للمقام باش نديرو اكسبونونسيال واحد، باش نديرو اكسبونونسيال كنديرو شيفت عاد كنديرو الين، دابا هي اكسبونونسيال غنديرو واحد اكسبونونسيال واحد صافي كنديرو تساوي، غادي نشوفو شحال غتعطينا، غتعطينا 0.367، وبالتالي غناخدو غير جوج ارقام ورا الفاصله كناخدو 0.37، دونك هاد العدد هذا كامل
كيعطينا 0.37 في ان 0. اذا شنو غادي دير؟ غادي تاخد 0.37 كتخليها، وبالنسبه لان 0 راه عندك، عندنا قبيله 5 في 10 و 12، ها هي. وغادي تحسب، يعني غادي تخرج لك 1.85 في 10 و 12، ومن بعد غتمشي تقلب على 1.85 في 10 و 12، تقلب عليها هنايا في هاد البلاصه، غادي تجيك تقريبا في هاد البلاصه بالضبط. وغدير الاسقاط على لا كورب، وكتعاود دير الاسقاط في محور الافاصيل، وهذه هي طو. كتشوف تقريبا كتجيك هي 6.5، لانه هنا كاين 6.75. نضربوه في هاد 10 و 6 سعود، وكنشوفوا زعما لينيتي اللي كاينه هنا هي لون. اذا باغي يبقى لنا لا كونستانت غادي واكتيف، كيفاش غادي نجبدوها؟ هي ما كنجبدوهاش من لا كورب، ولكن عندنا طو كتساوي 1 على لاندا. اذا نيشان غادي نحسبوا لاندا، لاندا هي 1 على طو، وغادي دير 1 على 6.5 في 10 و 6 سعود، هادي راه كاينه بلون يعني بالسنه، وبالتالي غادي تخرج لنا 1.54 في 10 و 6 ناقص 10، وقلنا كاينه هادي بالاون، دونك غتطلع الفوق غتولي اون موان زان. دونك هذا هو ليكزارسيس. دابا غادي نشوفو لا دومي في تيان دومي. تيان دومي بحال لو طون دو دومي رياكسيون اللي شفنا في لا شيمي. لا دومي في دين سيب سونس غادي واكشي في لو طون مي بور بروندر لا موتي دي نويو ان زيرو دو سات سيب سونس انيسيالمون بريزونت على دات تي ايكال زيرو. بمعنى الا كان عندنا واحد العدد ديال النويو في لانسون تي ايكال زيرو، كنتسناو حتى كيتقسم على جوج. مثلا الا كانت 100، كنتسناو واحد المدة حتى تولي 50، هذيك المدة هي التيان دومي. الوغ يقدر نكتبو ان عند التيان دومي كتساوي ان زيرو على جوج. الوغ باش نجبدو هاد التيان دومي غادي نستعملو لا لوا دو دي كخواسونس غادي يواكتيف، قلنا ان دو تي كتساوي ان زيرو فوا اكسبونونسيال موان لاندا تي. شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو هادي باش بان زيرو على جوج، هادي غادي نخليوها و اكسبونونسيال غنخليوها، لاندا غنخليوها، وهادي تي غنعوضوها بتيان دومي، لانو عند التيان دومي ان كتساوي ان زيرو على جوج. داكشي اللي درنا، غتختزل بين زيرو، كاين هنا وكاين هنا، يبقى لك هنا واحدة على جوج، وهنا اكسبونونسيال موان لاندا فوا تيان دومي. الوغ حنا كنقلبو على تيان دومي، وهاد تيان دومي كاينة في ليكسبونونسيال، اذا باش نحيدوها من ليكسبونونسيال غادي ندخلو عليها الين لوغاريتم نيبيريان، غنديرو الين ديال هادشي كامل، وغنديرو الين هنايا، ولا دخلنا الين على اكسبونونسيال كيعطينا غير هادشي هذا. دونك غادي تولي الى ندير واحد على جوج كيساوي ناقص لاندا فوا تي ان دومي. صافي مزيان. الى بغيتي دابا تي ان دومي غادي دير تي ان دومي كتساوي الى ندير واحد على جوج على موان لاندا، ولكن من الاحسن نحيدو هاد الموان، يعني ما يبانش في العلاقه. وبالتالي باش نحيدو خصنا نتفكروا واحد العلاقه ديال الين واحد على جوج كتساوي ناقص الين جوج، وهادي كنخليوها وهادي كنخليوها، وبالتالي غنختزلو بالناقص، وغادي تبقى لنا الين جوج كيساوي لاندا فوا تي ان دومي. وبالتالي هنا نقدروا نجبدوا جوج ديال لي فورميل. الا بغيتي تي ان دومي غدير هي الين جوج على لاندا، ولا بغيتي لاندا غدير هي الين جوج على تي ان دومي. اللي بغيتي انا غنخدم بهادي لانه كنقلبوا على تي ان دومي، دونك تي ان دومي كتساوي الين جوج على لاندا. بالنسبه للاندا الا كانت بالاون اون موان زان غادي تخرج لك تي ان دومي بالاون، كانت بالسكوند موان زان غادي تخرج لك هادي بالسكوند، ولا كانت هادي بالساعه موان زان تي ان دومي غتكون بالساعه. غادي ندير واحد ليكزيرسيس، ديتيرميني غرافيكمون تي ان دومي بور ليكزومبل بريسيدون، ليكزومبل اللي خدمنا عليه قبيله. غادي نجبدو تي ان دومي ديالو. اذا باش نجبدو تي ان دومي كنديرو هي الين جوج على لاندا، الين جوج راه عدد ولاندا راه حسبناها في ليكزيرسيس واحد، لقينا فيها 1.54 في 10 ناقص 10 اون موان زان. وبالتالي تي ان دومي غادي تخرج لنا الا حسبتي هادي الين جوج قسمتيها على هاد العدد غادي يخرج لك 4.5 في 10 و 6 سعود. وبما انه هادي اللي كاينه في المقام كاينه بالاون موان زان، دونك غادي يخرج لنا تي ان دومي بالاون. دونك هادي لا ميثود ديال لو كالكول، بمعنى الا كانت عندك لاندا وغادي تحسب تي ان دومي، ولكن الا ما كانتش لاندا وبغيتي تجبدها من لا كورب نيشان شنو غادي دير؟ غادي نستغلو التعريف، التعريف ديال تي ان دومي هو لو طون اللي كيخص لي نويو باش يتقسمو على جوج. الو غادي نديرو ان عند تي ان دومي كيساوي ان زيرو على جوج، وان زيرو راه عندنا هي 5 10 و 12، غادي تقسمها على جوج. اش غادي تعطيك؟ غتعطيك 2.5 في 10 و 12، وغادي تمشي تقلب على 2.5 هنايا، 2.5 غتجي هنا في الوسط،
وبالتالي غدير الإسقاط في لا كورب وتعاود دير الإسقاط في محور الأفاصيل، وغادي تلقى 4.5 ولكن غترد البال لأنه عندك هنا في 10.9. دونك تيان دومي هي 4.5 في 10.9 اون. غادي نعطيكم واحد لا كيسيون مهمة، ديتيرميني لو نومبر دو نوايو ريستون على دات تي كالا 9 في 10.9 اون، بمعنى كيعطيونا واحد لا دات وكيقول لي حسب لي شحال العدد ديال لي نوايو ريستون. اذا غادي دير نيشان ان دو تي كتساوي زيرو فو اكسبونسيون موان لاندا تي. بالنسبة لين زيرو مثلا راه عندنا الا خدمنا على هاد المثال، و اكسبونسيال راه دالة و لاندا راه حسبناها، وبالنسبة لتي هي هادي. ولكن انا غنعطيك واحد لا ميثود بسيطة بزاف وغادي تعاونك في لي كونكور. اذا غنديرو ان عند تي ان دومي كتساوي زيرو على جوج، هادي شفناها، وفقط كنزيدو هنا واحد ان كنضربو في ان، وهنا كنديرو لا بويسونس ان، يعني هاد العدد هذا كنديرو هنا وكنديرو هنا. دابا كيفاش كنجبدو هاد ان؟ شنو غدير؟ غتمشي لهاديك تي اللي عطاك، عطانا 9 في 10.9، غادي نقسمو على تي ان دومي. تي ان دومي شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها 4.5 في 10.9. اذا غادي تهز هادي وتقسمها على تي ان دومي، شحال غادي تعطيك؟ غتعطيك جوج. اذا هاد ان كيساوي جوج، صافي. كتعوض هاد ان بجوج وكتعوض هادي بجوج، وغادي تحسب بالنسبة ل ان زيرو فيها 5 في 10.12، وغادي تحسب غتخرج لك هي 1.25 في 10.12 نويو. اذا هذا هو الجواب، ولكن غادي نزيدكم واحد التقنية اخرى، هي الا كان عندك لا كورب، حيت بعض المرات ما كتكونش لا كورب، تقدر دير هادي ولا دير هادي. ولكن الا كاينه لا كورب عندك 9 في 10.9 اون، ها هي 9، غتمشي لا كورب نيشان ودير لي سقاط وتعاود دير لي سقاط، غادي تلقى تقريبا 1.25 ها هي. اذا كاينين 3 ميثود، يا اما كدير هادي سامبل ولا كدير هادي ولا كدير لا كورب. الا عندك لا كورب كدير لي سقاط وكتلقى العدد نيشان. المهم هادو بعض التقنيات، نتمنى تكونوا استفدتوا منها. وغادي نعطيكم واحد المثال اخر، ديتيرميني غرافيك مولا دومي في تيان دومي، يعني كيفاش كنحسبو تيان دومي الا كانت عندنا واحد لا كورب بحال هادي. عندنا ان دو تي كتساوي ان زيرو فوا اكسبونونسيال مولا لاندا تي، هادي معروفه. غادي ندخلو هنا الين، علاش؟ لانه عندنا هنا الين، الين دو ان كيساوي الين ديال هادشي كامل. وكاين واحد القاعده، هي الا كان عندك الين ديال ا فوا بي كيساوي الين ديال ا زائد الين ديال بي، وهذه هي ا وهذه هي بي، بحال لا الين ديال ا فوا الين ديال بي. دونك غادي نقسموها غتولي الين ديال ا هي هذه فوا الين ديال بي. الوغ هنا غادي تولي الين ديال ان زيرو كنخليوها، وبالنسبه لالين ديال اكسبونونسيال مول لاندا تي، الا دخلنا الين على اكسبونونسيال شي حاجه كتبقى لنا غير ديك شي حاجه هي مول لاندا تي ها هي. وبالتالي غادي يولي عندنا الين ديال ان كيساوي الين ديال ان زيرو ها هي ناقص لاندا تي ها هي. هاد لا كورب عباره عن داله تالفيه، كاينه هنا الين دو ان وهنا كاين تي. شنو كيعني هذا؟ كيعني انه هاد الين دو ان كتكتب على شكل شي حاجه فوا تي زائد شي حاجه اخرى، ها هي ديك شي حاجه فوا تي هي ناقص لاندا فوا تي زائد شي حاجه اخرى. اذا هاد ناقص لاندا راه هي لو كوفيسيون ديريكتور، كناخدو فرق الارتبين، غناخد هاد الارتب ناقص هذا، ها هي 50 ناقص 48.75، وفي المقام كنديرو الافاصيل ديال هادو الافصول ديال 50، ها هو غتنزل غتلقى صفر، والفصول ديال 48.75 هو هذا هو 22. غادي تحسب غادي تلقى لاندا كتساوي 56.81 × 10⁻³، حيت عندك هنايا اون، دونك غدير اون موانز. دابا حسبنا لاندا، شنو غادي يبقى لنا؟ غنحددو تيان دومي، وبالتالي غادي نديرو تيان دومي كتساوي لين جوج على لاندا، وغادي ديري لين جوج لاندا هي هادي، وغتحسب غادي تلقى 12.19 اون. باش نعرفكم فهمتو مزيان غادي ديروا هاد ليكزيرسيس، وغادي تخليو ليا النتيجه في لي كومونتير. وغادي ندوزو لواحد فقره مهمه، لاكتيفيتي دان ايشونتيو راديو اكتيف. لاكتيفيتي هو النشاط، النشاط ثم النشاط. الا ما كنتيش ناشط 100% راه ما غاديش تفهم لو كور 100%. دونك هي بشويه عليك ورخي على راسك، وفكر بلي هادو سوسون دي نويو وكيكونوا ناشطين، ما بالوك انت واكل شارب ما خصك والو. دونك بشويه عليكم الشباب. On appelle l'activité d'un échantillon radioactif le nombre de désintégrations qu'il produit par seconde. Et l'activité de l'ouah de l'aïn, en achat de l'aïla,
هو شحال ديال ديزانتيغراسيون كدار في ثانية وحدة. الوحدة ديال لاكتيفيتي هي البيكيريل. واحد بيكيريل شنو كيعني؟ الا حسبنا لاكتيفيتي ولقينا فيها واحد بيكيريل، كوريسبون ا اون ديزانتيغراسيون بار سكوند، بمعنى كل ثانية كدار فيها ديزانتيغراسيون وحدة. بالنسبة لاكتيفيتي كنرمزو ليه بأ أ دو تي، يعني عند واحد اللحظة تي كيساوي لانضاف و ان، ولا بغينا أ زيرو كيساوي لانضاف و ان زيرو. وبالتالي إلا جينا باش نعوضو هاد ان، هادي غادي نعوضوها بان زيرو فوا اكسبونونسيال موان لاندا تي، لأنو شفنا التعبير ديالها في الأول، يعني فقط تعوضنا. وكنلاحظو عاوتاني بلي هاد لاندا فوا ان زيرو راه هي أ زيرو، إذا غادي نحيدو هادي ونديرو أ زيرو، وبالتالي غادي نلقاو أ دو تي كتساوي أ زيرو فوا اكسبونونسيال موان لاندا تي. دونك هادي علاقة تا هي كنخدمو بيها. غندير واحد ليكزارسيس ديتيرميني غرافيكمو لاكتيفيتي انيسيال لا دومي فيتي ان دومي لو كونسون دي طونطون. اذا غادي نمشيو للجواب. بالنسبه لاكتيفيتي انيسيال كنشوفو هنا عندنا لاكتيفيتي، ولاكتيفيتي انيسيال يعني عند تي على زيرو، ها هي تي على زيرو هو لاكتيفيتي. دونك ا زيرو كيساوي 10، ولكن في 10 و3 بكيريل. دونك هذا هو الجواب. ثم بالنسبه لتي ان دومي شنو كنديرو؟ كنقسمو هذا على جوج، عندنا 10 كنقسمو على جوج كتعطينا 5، 5 كتجي هنايا وكنديرو الاسقاط، كنعاودو نديرو الاسقاط في محور الافاصيل كنلقاو تي ان دومي كتساوي 1، ولكن 1 في 100، دونك تي ان دومي كتساوي 100 سكوند. كيبقى لنا طو لا كونستونت دي طون، قلنا ا دو تي كتساوي ا زيرو فوا اكسبونونسيال موان لاندا تي، يعني هاد تي غنعوضوها بطو. ا زيرو كنخليوها، بالنسبة لاكسبونونسيال كنخليوه لاندا، لاندا هي وحدة لا طو، و تي غنعوضوها بطو. وغادي نسامبليفيو بهاد طو، غادي تبقى لنا هي ا زيرو فوا اكسبونونسيال موان 1. بالنسبة لإكسبونونسيال موان 1 راه حسبناها قبيلة، لقينا فيها 0.37 مضروبة في أزيرو، دونك غادي تضرب 0.37 في أزيرو. أزيرو هي 10 في 10 و3، غادي تعطيك هي 3.7 في 10 و3 بكيريل، وغادي تقلب عليها. بالنسبة ل3.7 تقريبا كتجي هنا، وغادي الإسقاط كتلقى تقريبا طو كتساوي 1.5، وكتضربها في 100 هي 150 سكوند. فوالا. غادي نشوفو حاجة أخرى مهمة هي لا داتاسيون باغ كاربون 14. لا داتاسيون شنو هي؟ لا داتاسيون هي التأريخ. أو ميزيغو لاكتيفيتي أ دو تي دو ليشونتيون كولون سويت داتي إي لاكتيفيتي أ زيرو دان ليشونتيون فيفون دو ميم ناتور، بمعنى إلا لقينا مثلا شي جمجمة ولا شي هيكل، مثلا شي إنسان ميت كنلقاو الجمجمة ديالو والعظام ديالو، بغينا نعرفو هدا إمتى مات بالضبط، مدفون في شي بلاصه وبغينا نعرفو امتى مات، شنو كنديرو؟ كناخدو واحد العظم ديالو مثلا وكنعبرو لاكتيفيتي ديالها هذيك اللحظه، ومن بعد كنمشيو نشوفو شي انسان باقي حي كنعبرو لاكتيفيتي ديال العظم ديالو، كنهزو منو شي عظم كنعبرو لاكتيفيتي ديالها، وكنديرو شي عمليه تا شنو هما. ونيتيليز هاد لا فورميل بالضبط، ا دو تي كتساوي ا زيرو فوا اكسبونونسيال موان لاندا تي. بالنسبه ل ا زيرو شنو هي؟ هي لاكتيفيتي ديال العظم ديال الانسان اللي باقي حي، وبالنسبه لادو تي هي لاكتيفيتي ديال العظم ديال هاد الانسان اللي لقينا يعني جوتا، وبالنسبه لاندا كتعطى، وبالنسبه للتي هي اللي بغينا نحسبو. اذا باش نحسبو هاد تي شنو غنديرو؟ غنجيبو هاد ا زيرو غنجيبوها تحت من ادو تي، غتولي ادو تي على ا زيرو، وهنا غيبقى لنا اكسبونونسيال موان لاندا تي. حنا بغينا التي، وهاد تي كاينه في الاكسبونونسيال، اذا غادي ندخلو الين، غندخلو إلين في هاد الطرف وفي هذا، هذا غادي نخليوه. وبالنسبة لهنا إلا دخلنا إلين غادي يبقى لنا غير موان لاندا تي، ها هي. دابا هاد تي ساهلة، غادي دير هادشي هذا على موان لاندا، ولا إلا بغيتي تحيد هاد الموان أشنو غدير؟ غتقلب هادو، إلين ديال أدو تي على أزيرو كيساوي ناقص إلين ديال أزيرو على أدو تي، صافي غتلقى بلي تي كتساوي إلين ديال أزيرو على أدو تي مقسومة على لاندا. هاد ا زيرو غادي تكون عندك في المعطيات، وبالنسبه لادو تي غادي يعطيوها لك حتى هي، وبالنسبه للاندا راه كاينه وغادي تحسب. غادي ندير واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون، اون ديسبوز دان ايشونتيون دو ليباف دان نافير كي اي تي تروفي بري دو لون دي كوت، لا ميزير دو لاكتيفيتي دو سات ايشونتيون ان انستون تي ا دوني لو ريزولتا سويفون، ا ايغال 21.8 بكيريل، لا ميزير دو لاكتيفيتي دان مورسو دو بوا انالوغ ريسون ايون لو ميم ماس
et celle de l'échantillon ancien a donné à 0,28 مليون فاصلة 7 بكري. المهم لقاو واحد الحطام ديال السفينة واحد الشاطئ، وهاد السفينة مصايبة من الخشب. شنو دارو؟ خداو هاد الخشبة هادي وعبروا لاكتيفيتي ديالها ولقاو 21.8 بكيري. ومن بعد مشاو خداو نفس الخشب اللي مصايبة منه هادي وعبروا لاكتيفيتي ديالها ولقاو 28.7. وهاد الخشب هذا باقي حي، يعني باقي في الشجر. غادي يمشيو لا كوريكسيون. بالنسبة للسؤال الأول، ديتيرميني اون جور لاج دي بوا لاج نيشان، غنديرو تي كتساوي، راه ديجا وريتكم كيفاش، كتساوي لين ديال ا زيرو على ا دو تي على لاندا. بالنسبة للاندا ما عندناش، ولكن عندنا ايلين جوج على تيان دومي، لأنه عطاونا تيان دومي. صافي غادي نحسب. بالنسبة لإيلين، أ زيرو فيها 28.7، أ دو تي فيها 21.8، إيلين جوج عدد، وبالنسبة لتيان دومي هي 5600. دونك غادي دير الحساب، غادي تلقى هاد العدد ديال السنوات. السؤال الثاني، ساشون كو لي ميزيغ ont été faites en 2000. À quelle année le bateau a-t-il coulé? بالنسبة للي ميزيغ دارو في 2000، ولكن العمر ديال الباطو لقيناه هو 2261. إذن غادي دير 2000 ناقص 2261، ولقينا واحد العدد اللي هو سالب. شنو كيعني هذا؟ كيعني أن الباطو غرق قبل الميلاد. دونك هادشي اللي كاين، والسلام عليكم.